يكونك سمك يا بدي النجاح ديال هذا المهرجان اللي غادي يكون كونوا على يقين غادي يكون عالمي اظن، لان داكشي اللي شفت اليوم يعني ما كنتش تنتظر هذاك الجمهور اللي كان جاب كثافه، ويعني حتى الامن كان في مستوى عالي وتم كل شيء على حسن ما يرام، يعني ماشي بالسهل ماشي سالي هذا المهرجان بهذه الطريقه. دونك هنا المغاربه وصلوا لواحد النقطه اللي هي الوعي، الشباب والشيء كل اللي كان الحضور ديالهم، وتنشكر الصحافه الوطنيه على هذه التغطيه الشامله ان شاء الله اللي هي مهمه، هي اللي غادي توصل الميساج اكثر ان شاء الله. وخوكم السيدي عبد العزيز راه ولد الشعب ولد المغاربه كلهم، وانا كنت فرحان وما عرفتش الوقت يمتداز مع هاد الناس هادو، لان كل سنه كنكون الحضور ديالي هنا ولا في موازين ولا في بزاف ديال البلايص. قلنا خاطمتي رقم قياس بالنسبه للجمهور اليوم في المنصه السويسي، شنو السر ديال هادشي؟ الحمد لله، شكرا على السؤال، لان ما كنتش عارف انا واش غادي نحط رقم قياسي. الحمد لله على الجمهور، تنشكر الجمهور هو اللي خلاني وقواني بكل صراحه، واعطاني هاد الانرجي اللي هو كنت نتعامل به امامهم. واستاذ عبد العزيز ماشي جا عن فراغ ولا تساطحت مع شي حاجه بهذه العباره. سيدي عبد العزيز عمل اعمال اللي هي عارفين المغاربه كلها، راكم بلا ما يمكنش غادي نبدا نزوق فيها. المغاربه تيقين في سيدي عبد العزيز من زمان، وماشي بالسهل باش تواكب المغاربه واحد 43 سنه ديال الاعمال. والحمد لله لا لا يخطي عليا المغاربه ولا لا يخطي عليا المغربيات، وعاش الملك وعاش اولاد المغرب وبنات المغرب. شكرا. زين ولا باي وما نكذبش، عندها فورمه تقلع الغمه، تمشي ميزان تقتل العديان، تمشي بليحوم امر وتقوش، وصغيره في العمر تذوب الحجر، الشعر مخبل يلا يشاف ويهبل، هاد العينين
رباطيين وهاد العينين يقتلوا بالزيف وملي نشوفها عمري Yeah, that's...